معرفة آخر الأخبار وكواليس منتخبنا الوطني أذهب مباشرة إلى زميلي العزيز كريم أحمد موفد قناة الأهلي اللي حاضر حاليا مران منتخبنا الوطني. مساء الخير يا كريم. مساء الخير عليك زميلي العزيز محمد سعيد، برحب بيك طبعا في البداية وكل التحية أيضا كمان بقى لجمهور النادي الأهلي وجمهور مصر، لأن الكل بيتكلم باسم مصر. أنت عارف يا محمد في هذا التوقيت، فيا رب إن شاء الله يا رب 180 دقيقة يكون من نصيبنا محمد إن شاء الله بإذن الله. بإذن الله. طيب قول لي بقى، عندك المران ماشي إزاي في بداية المران؟ إيه اللي حصل؟ شفت كمان في جلسة للكابتن وائل جمعة مع الأستاذ جمال علام محمد صلاح، وفي دايما كده ابتسامة وفي حالة تفاؤل شايفها من اللقطات اللي جاية لي دلوقتي، وهي لقطات حصرية بالتأكيد على شاشة قناة الأهلي في هذه اللحظات. بالتأكيد طبعا يا محمد، يعني حرص كبير جدا ومساندة كبيرة جدا من الاتحاد المصري طبعا برئاسة الأستاذ جمال علام طبعا، لأن التوقيت ده محتاج التكاتف الكبير من الجميع، الجمهور والاتحاد والمسؤولين والبلد بالكامل وراء منتخبنا الوطني إن شاء الله. في ان شاء الله 180 دقيقه بنأكد عليها، لان هو شوطين يا محمد، شوط اول هنا في القاهره ثم شوط ثاني ان شاء الله نقدر نحسم الشوط الاول من القاهره. حاله تفاؤل وحاله تركيز كبيره جدا كعاده منتخبنا الوطني. ويمكن انت اتكلمت طبعا عن القيمه الكبيره جدا محمد صلاح. لا يعني محمد صلاح مختلف بشكل كبير جدا في التعامل مع الجميع يا محمد، وبتدي رساله ومردود كبير جدا الكل في واحد. دي هي دي الرساله اللي متواجده في هذا التوقيت مع منتخبنا الوطني. الكل متواجد، الكل بيساند، الكل عارف اهميه منتخب تيشيرت منتخبنا الوطني، عارف اهميه المباراه. فالحقيقه الروح دي بتدي مردود كبير جدا من حاله التركيز وحاله الجديه اللي احنا شايفينها من الجميع. ان شاء الله باذن الله الحاله دي تكون معانا، تكون بجوار الجمهور طبعا، جمهورنا العظيم طبعا جمهور مصر اللي ان شاء الله كالعاده يكون له دور كبير جدا في المباراه اللي هتقام طبعا هنا في القاهره في البدايه. الاجواء محمد طيبه جدا طبعا بالنسبه لمنتخبنا الوطني. التركيز انت عارف النهارده طبعا وسائل الاعلام كانت متواجده كالعاده، وامس كانت متواجده 10 دقائق بس يمكن سمح بيهم مستر كيروش طبعا لتصوير الفريق والاطمئنان طبعا، وبيطمن بشكل عام طبعا يعني كل جمهور مصر على حاله اللاعبين، الابتسامه، التركيز. بنشوف التركيز في وش اشرف ياسر، في مصطفى محمد، في عدد كبير جدا من اللعيبه. يا رب ان شاء الله كل الامور دي تقلل بالنجاح، وثقتنا كبيره في لعيبتنا، في كيروش، في ربنا سبحانه وتعالى طبعا في البدايه ان شاء الله ان احنا نقدر نتخطى هذه المباراه وتتبقرنا مباراه لها حسابات ثانيه خالص في السنغال يا محمد. اكيد زي ما انتم شايفين معانا يا جماعه على الشاشه، دي لقطات خاصه وحصريه لقناه الاهلي منذ قليل. يمكن التدريب ده تدريب النهارده الرئيسي والاساسي على استاد الدفاع الجو، واللقطات دي يمكن بدات او يعني تم ارسالها منذ لحظات قليله على الهواء مباشره، وفيها التجمع الكامل بقى لمنتخبنا الوطني، تدريب حراس المرمى، تدريب المجموعه الاخرى من مهاجمي الفريق. شايفين قفشه بيتكلم مع امام عاشور، شايفين كمان وائل جمعه، محمود علاء، تريزيجيه. طب كريم عايز اتكلم كمان على تدريب حراس المرمى، وانت شايف تدريب عصام الحضري مع الشناوي وابو جبل، هل التدريب راحوا للتدريب مباشره ولا قعدوا يتكلموا شويه ومساله التحفيز المعنوي ويبقى في كلام على فريق السنغال، ولا الكل نازل رايح دايما على الوحدات التدريبيه على طول؟ يعني شفت جلسات كده ثنائيات. بالتأكيد يا محمد طبعا، يمكن نقطة مهمة جدا تحديدا في حراسة المرمى، السن متقارب ودي يمكن ميزة كبيرة جدا. بنشوف قرب السن طبعا مش بشكل كبير جدا، كان الحضري وابو جبل والشناوي وعلاقاتهم الطيبة جدا ببعض بعيدا عن اهلي وزمالك وبعيدا عن اي شيء. بنشوف الجلسات، بنشوف الوحدات التدريبية قبل ما يتم تدريبها، بنشوف عصام الحضري بيجتمع بالشناوي وابو جبل بيتكلم معاهم النهارده هنعمل ايه، التركيز في الحاجات الصغيرة دي. الحاجات دي يا محمد بتدي انطباع كبير جدا، وبتدي ان الروح اللي متواجدة دي هي دي اللي تكون سر نجاح منتخبنا الوطني. كل يلعب باسم مصر. الوحدات التدريبيه الحقيقه كمان كابتن عصام عامل شغل كبير جدا في الوحدات التدريبيه مع حراسه المرمى. حراسه المرمى قيمه كبيره جدا، ومحتاج ان على طول يبقى الحارس المرمى في التوب فورم بتاعه في كل التدريبات وليس في تدريب وحيد. النهارده شفنا يمكن ما كناش متواجدين بشكل كبير يا محمد من المساحه طبعا في الوقت اللي مسموح لينا في التدريب، لكن الدقايق الحقيقه اللي احنا تواجدنا فيها في استاد الدفاع الجوي شفنا التركيز الكبير، شفنا الروح الطيبه جدا بين الجميع، وتحديدا كمان في حراسه المرمى اللي متواجد طبعا كلنا هندعمه. الشناوي متواجد، ابو جبل انت عارف في متغيرات كثيره جدا، بنامل ان شاء الله اي حد يكون متواجد يا محمد. ال11 المتواجدين ان شاء الله اسم مصر كبير جدا، الكل يبذل كل ما عنده، ويا رب ان شاء الله يكون فرحه كبيره جدا ان شاء الله لكل جمهور مصر اللي منتظر ومتعطش مباراه السنغال بشكل كبير جدا. ان شاء الله ربنا يكون معانا في هذه المباراه يا محمد باذن الله ان شاء الله. زميلي العزيز كريم احمد موفد قناه الاهلي، واللي كان حاضر النهارده مران منتخبنا الوطني على استاد الدفاع الجوي استاد 30 يونيو، شكرا جزيلا ليك، وكلام مهم جدا قاله.